الخارجية، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية الوزاري المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، تبادلاً لوجهات النظر حول سبل تفعيل الدور العربي القيادي في حل هذه الأزمة الممتدة، وبما يهدف بالأساس إلى تسيير الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لها تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وسلامة وعروبة بلاده، اتساقاً مع المرجعيات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. توافقت الدول المشاركة في الاجتماع لأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، وعلى ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود العربية الجماعية للإسهام في حلها. تم اعتماد قرار يتضمن دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخذة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان من بلورة مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف إلى معالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. اتخذت الدول العربية قراراً باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم 7 مايو 2023. أكرر مجدداً على ضرورة وفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل اتجاه الآخر. ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤوليتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي، فإن على الحكومة السورية وكل الأطراف سالفة الذكر المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة، لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نسعى جميعا. فيما يخص السودان، فإن المجلس الوزاري العربي ارتاع عقد دورة غير عادية نظرا للتطورات الأخيرة والخطيرة والظروف الدقيقة التي يمر بها السودان الشقيق، والتي بلغت ذروتها منذ 15 إبريل الماضي، والتي لا يقتصر تأثيرها على السودان وشعبه ولكن يمتد إلى كل دول الجوار السودان وعلى رأسها مصر وكل دول المنطقة، على ضوء ما يجمع السودان بتلك الدول من علاقات متشعبة في مختلف المجالات. إن الموقف المصري منذ بدء الفترة الانتقالية في السودان ارتكز على دعم السودان وعلى كافة المستويات والمطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار والاشتباكات المسلحة، حرصاً على حياة المدنيين وحفاظاً على مقدرات الدولة السودانية الشقيقة، ودعم الجهود العربية لحلحلة الأزمة انطلاقاً من ارتباط الأمن القومي للبلدين كل منهما بالآخر. وحثت مصر الأشقاء في السودان على الحوار والعمل معاً كشركاء لا كخصماء. هناك أهمية وضرورة بالغة للتحرك العربي السريع والمؤثر حالياً، ومن هنا جاء قرار إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تهدف لوقف إطلاق النار والسماح بالممرات الإنسانية لاحتياجات المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تعريضها للخطر الانهيار الذي يهددها حالياً. وكعادتها في موقفها الثابت من الترحيب بأشقائها السودانيين، استقبلت مصر منذ اندلاع الأزمة حتى الآن عدد وفير من المواطنين السودانيين، كما ساهمت في إجلاء نحو 4000 من الرعايا الأجانب في السودان خلال نفس الفترة. هناك حتمية لعودة للحوار السياسي في السودان في هذه اللحظة التاريخية الفارقة والتي يتعرف فيها الوطن لأخطار وجودية ووضع اعتبارات مصلحة السودان وأمنه فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى. من ناحية أخرى، انعقدت اليوم دورة غير عادية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين، تم خلالها تناول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني وكيفية العمل على إحياء العملية السياسية وإطلاق عملية تفاوضية تهدف لتحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكراً على حسن الاستماع، ويتفضل معالي الأمين العام. شكراً سيادة الرئيس.
أنا الحقيقة ليس لدي نقاط أستطيع أن أطرحها. أتوقع الكثير من الأسئلة، ولما كنت أتوقع هذه الأسئلة فيهمني أن أنا أسبقها ببعض النقاط لعلها تفتح الطريق للأسئلة. القرارين اللي تم تبنيهم النهاردة، قرار على السودان، وأحد العناصر الأركان الرئيسية لهذا القرار هو تشكيل لجنة متابعة وتواصل واتصال من مصر، المملكة العربية السعودية والأمين العام للتواصل مع أطراف النزاع، للتواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف زي ما هو باين في القرار الخاص بالسودان. فيما يتعلق بالقرار الخاص بسوريا، فبالإضافة إلى الدعوة إلى عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية، هو أيضا قرار بينشئ لجنة متابعة من مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام، وهو أيضا وهي لجنة أيضا مهمتها متابعة تسوية القضية السورية. عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف، بمعنى أنه مسار التسوية للأزمة السورية هتأخذ مرحلة من الإجراءات والتدرج فيها، ومهمة هذه اللجنة هي متابعة هذه الإجراءات. أيضا هي ليس بقرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا، هذا قرار سيادي لكل دولة على حدة. نحن نتحدث في هذا القرار عن شغل المقعد وتشكيل اللجنة للتواصل مع الحكم في سوريا والحكومة السورية. فعودة سوريا هي بداية للطريق وليس نهاية للمسار. هذا لا يفترض أن الأزمة السورية حلت، بل على العكس، هو يدخل الجانب العربي لأول مرة منذ سنوات في تواصل مع الحكومة السورية للبحث في كافة عناصر المشكلة الضاغطة على سوريا. وهناك عناصر كثيرة جدا تم مناقشتها سواء في عمان أو في اجتماع جدة. والقرار بيتناول الاقتراب من المشكلة السورية بشكل تدريجي، وهو بالتالي قرار واقعي للغاية، لأنه يعلم أنه لا يمكن تسوية هذه القضية في يوم أو في شهر، فهي هتاخد وقتها. هذا يعني أنه الحكومة السورية سوف تتواجد في كافة مداولات الجامعة العربية ومنظماتها الإقليمية واجتماعاتها الوزارية، ما بين اجتماعات المندوبين إلى القمة، وسوف نقوم بإخطار الجانب السوري ربما مساء اليوم ربما صباح باكر رسميا بهذا القرار وعناصره كلها. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. الأمانة العامة ولرئاسة الجلسة، فيما يتعلق بهذا القرار البند 3 والبند 5 المتعلق بالعودة، في 3 بنتحدث عن مسار، هو مجرد خطوة على طريق كما أشرت حضرتك، هو كان نتيجة لجهود سابقة تم البناء عليها. في قرار 2011 كان هناك إشارة إلى أن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية مرتبط بعدم تعاطيها مع ما سمي آنذاك بالمبادرة الحل العربي. هل حصلتم سواء عبر
اللقاءات التمهيدية في جدة أو في عمان على التزام من الطرف السوري بأن يتعاطى إيجابيا مع هذا الأمر، لأن المعترضين على هذا القرار كانوا يرون أن على الجانب السوري أن يقدم أيضا خطوات في هذا الاتجاه. هل لدى الأمانة العامة أو رئاسة الدورة اتصال بالجانب السوري يعني يعطي من خلالها هذا الجانب السوري التزاما بالمضي قدما في حل المشكلة الأساسية للأزمة السورية، ومن ثم يصبح هذا القرار يعني ذي جدوى ومن الممكن البناء عليه؟ شكرا جزيلا. أتصور أنه واضح أنه القرار أشار بشكل واضح إلى المخرجات الخاصة بالاجتماع الذي عقد في جدة وما تلاه من اجتماع عقد في عمان والبيان الذي صدر وانضم إليه وزير خارجية سوريا. وهذا البيان متضمن كافة الأبعاد الخاصة بالأزمة السورية وضرورة التفاعل الإيجابي مع كل المكونات سواء كانت سياسية أو إنسانية وقضايا أخرى ذات تأثير على المحيط الإقليمي، وقضية تواجد القوات الأجنبية وضرورة تفاعل سواء الحكومة أو كافة المكونات السياسية السورية من أجل التوصل إلى الحلول التي يرتضيها الشعب السوري وتؤدي إلى استعادة سوريا لكامل سيادتها واستقرارها وأمنها، ووفقا للمرجعيات الدولية ومقرراتها وعلى رأسها القرار 2254. فما تم إبداؤه من قبل الحكومة السورية خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت قبل الاجتماعين وثم التداول الذي تم خلال الاجتماعات يؤكد، وكما تحدثت في الكلمة في الجلسة، بأن هناك مسؤولية تقع على الجميع، وإنما هو إسكاء لا بد أن تأتي.